تمتلئ شوارع القاهرة القديمة بكثير من المظاهر الرمضانية التي يحرص عليها المصريون، بداية من شوادر الكنافة والحلويات إلى جانب كثير من الأنواع المختلفة من المكسرات. مظاهر عدة نتابعها في تقرير رمضان المطعني. أجواء من السعادة تهبط على شوارع مصر، كون شهر رمضان له طقوسه الخاصة التي يهواها المصريون ومتوارثة منذ عهد الفاطميين. فهيا بنا نأخذكم في جولة نتعرف فيها على أبرز تلك العادات والتقاليد. هو شهر رمضان المبارك ومذاقه المختلف وأجواءه المدهشة وسط حي السيدة زينب قلب القاهرة القديمة النابض بالحياة، ففي أحد أركانه يتزاحم العديد من المواطنين على أشهر مكان يصنع أشهى الحلويات لأكثر من قرن من الزمان، عرفة بائع الكنافة والقطائف. شغالين في كنافة من 1870، وإحنا جبناها من تركيا وتورثناها من جد الأب الجد. جت الأول يدوية بسيطة واشتغلت، بعد كده اتطورت لنص آلي وآلي، ولما وصلت لآلي كامل دلوقتي. ويكاد لا يخلو منزل في مصر إلا وتكون الكنافة والقطائف طبقا رئيسيا على السفرة المصرية، أسعارها تكون في متناول المصريين جميعا. احنا تعودنا بصراحة، يمكن بقية السنة ما حدش بيفكر في موضوع الكنافة والقطائف غير في شهر رمضان بصراحة، ودي عادة متعودين عليها. لا، طرق كتير، بالمانجا، بالكريمة، بالقشطة، بالمكسرات، سادة كمان. أنا عن نفسي بحبها سادة، قرفة وسكر بس. لا المائدة العامرة بأشهى الأطباق والأصناف ولا ساعات الصوم الطويلة تفلح في إثارة شهية الصائم للطعام، في غياب هذا الطبق الساحر الصغير، طبق المخلل الذي يتساءل عنه الصغير قبل الكبير على مائدة رمضان، سواء في السحور أو الإفطار، هو سفير كل بيت مصري. دي حاجة شهية تفتح النفس وحاجة أساسية في رمضان. والمخلل بقى على الفطار ده من أهم شيء، يعني ما أقدرش أكل من غيره بصراحة. ويعتبر شهر رمضان موسما ينتظره الباعة ولإنعاش صناعتهم نظرا لإقبال المصريين عليها. ممكن نعمل ترمس، نعمل حمص، أرنبيط، عاملين في زيتون شرايح، ليمون معصفر، ليمون مش معصفر. يميش رمضان الذي يتفنن البائعون في رصه ليكون لوحة ملونة ممتزجة بأشهى أنواع التمور والذبيب ولفات قمر الدين واللوز والجوز وغيرها. الحاجات دي ما بتشوفهاش إلا في رمضان، بتبقى كتيرة، تمام، عشان شهر الخير. لكن الحاجات مش موجودة، عشان كده ما حدش بيرضى ياكلها ولا حد بيرضى يشربها. وعلى الرغم من ارتفاع ثمنه للضعفين، إلا أن المصريين يقبلون عليها ولكن بكميات قليلة، وأصبحوا لا يشترون إلا الاحتياجات الأساسية. اللي كان عايز كيلو بياخد ربع كيلو، اللي كان عايز نص بياخد توم، ما فيش زبون كان بيطلب توم، الزبون بقى دلوقتي بيطلب توم، حرام، أسعار عالية. ومن الطبيعي أن تحتل العصائر الطبيعية الطازجة المرتبة الأولى على مائدة الإفطار في رمضان، خاصة بعد يوم من الصيام خلال فصل الصيف. التمر والسوبيا ده شرط، وطبعا الخروب بقى والعرق السوسي طبعا ده ما فيش احسن منه، لان انت عارف بقى الصيف بقى بيبقى الواحد اي خلاص عايز يبدل زوره باي شوط ميه، فبياخد الحاجات دي عشان تهدي منه شويه. في مصر العديد والكثير من مظاهر رمضان وتتضح بصماتها كلما مررت وتعمقت في شوارعها. لاخبار الان، رمضان المطعني، القاهره.